أما هؤلاء القضاة موظفي المجلس العسكري والنظام السابق يجب أن يحالوا إلى المحاكمة بتهمة الفساد والإفساد في الأرض وإهدار إرادة الأمة والانقلاب على الشرعية. وقد عقد الشعب بيعه لمجلسه بالانتخاب الحر المباشر. أطالب الرئيس مرسي بعمل استفتاء شعبي لجمع جميع الصلاحيات في يده وإلغاء الإعلان الدستوري المكبل وإلغاء أحكام هؤلاء القضاة المفسدين الذين أفسدوا إفسادا ممنهجا واقتاتوا على إرادة شعب مصر ليحكم شعب مصر. فالله عز وجل أعطاكم يا شعب مصر، أنتم الأمانة، أنتم القوة، أنتم شهداء الله في الأرض، لكي تقولوا نعم للرئيس الحر المنتخب ولا للمفسدين، لا للمفسدين، لا للمفسدين.